نشكرك جدا. احنا بس قبل ما نختم خليني اقول لحضراتكم انه السيده انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه اجرت اتصال هاتفي النهارده بالسيده وفاء محمد مهنا والده الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وقدمت واجب العزاء ليهم وللاسره. والجدير بالذكر أن السيدة والدة الشهيد موجودة في البحيرة. على فكرة يا دكتورة معلش. تفضل يا فندم. سقط كم شهيد؟ في تراجع من الشرطة، في خوف، درس صغير قوي. الشهيد وائل طاحون. أيوه. الريس نزل كده. ومن المنصة لغاية الست في حفلة عيد الشرطة حصل ايه؟ يلحق بيه مين؟ ماجد عبد المقدم ماجد عبد الرازق وابنهم يخش وابنه يخش كلية الشرطة. شفتوا قد ايه الناس يعني في ملايين ملايين من محمد الحوفي.